السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. معكم صلاح إسماعيل، مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، رئيس مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الدراري المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مسؤول على الهواء تحت إشراف وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الدراري المصرية. يشرفنا أكون موجود معاكم النهاردة إن شاء الله عشان نتكلم عن موضوع الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإيه الالتزامات اللي موجودة على الممولين بالتسجيل على منظومة الفاتورة أو منظومة الفاتورة والإيصال. مبدئيا زي ما حضراتكم عارفين إن منظومة الفاتورة الإلكترونية كان أول إصدار ليها كان 11/2020، وبدأت تتوالى قرارات الإلزام تباعا لغاية ما وصلنا للمرحلة الثامنة، مرحلة أو قرار الإلزام للمرحلة الثامنة اللي هو شمل كل ممولي مصلحة الضرائب المصرية والممولين الذين لم يسبق لهم صدور قرارات إلزام. بمعنى كده إن أي حد عنده رقم تسجيل ضريبي في مصلحة الضرائب المصرية فهو ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية. صدرت بعض توجيهات للتيسير على الممولين، تم التوافق بين المصلحة والوزارة، تم وبتوجيهات الوزارة بدأنا نعمل استثناءات لبعض الناس، استثناءات لتأجيل التسجيل مش لعدم التسجيل. على سبيل المثال طبعا قرار الإلزام كان آخر قرار إلزام وآخر ميعاد ليه كان 15 ديسمبر 2022. بتعليمات الوزير السابق إن المدة اتمدت لكل الكيانات الاعتبارية إلى 31 ديسمبر 2022، أصبح تاريخ إلزام كل الكيانات الاعتبارية الموجودة في مصلحة الضرائب المصرية المسجلة في مصلحة الضرائب أصبح تاريخها 31 ديسمبر 2022. طيب الكيانات الفردية كان أول تأجيل ليها كان لغاية 30 إبريل 2023، يعني بداية يعني في آخر يوم في شهر إبريل سنة 23. قرار الإلزام بتاع الشركات الكيانات الاعتبارية ما زال زي ما هو، خلاص إلزامهم النهائي 31 ديسمبر 2022، وأي كيان اعتباري موجود في مصلحة الضرائب ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وإصدار كل تعاملاته مع شركات على منظومة الفاتورة الإلكترونية. وحتى لو الكيان اعتباري ولا يصدر فواتير إلكترونية مفروض عليه يتسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية. طيب الاستثناء وصل لمين؟ الاستثناء وصل للمنشآت الفردية فقط. المنشآت الفردية خدت استثناء لغاية 30 إبريل، وبعد تاريخ 30 إبريل صدرت توجيهات من الوزارة ومن رئيس المصلحة بنقول إن كل الكيانات الفردية اللي تتعامل مع ممولين في مصلحة الضرائب ملزمة بالتسجيل مباشرة وفورا بمجرد وجود تعامل مع شركات. طب لو أنا ممول أو كيان فردي ولا أتعامل مع شركات نهائي، إذا أنت غير ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام بالإيصال الإلكتروني. معناها كده إن أنا ممول ما عنديش تعاملات نهائي، وبكلمة نهائي يعني نهائي يعني ما فيش ولا فاتورة واحدة في السنة، ما عنديش تعاملات نهائي مع شركات أو مسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم مسجلين على مصلحة الضرائب المصرية، تمام؟ إذا أنا غير مطالب بالتسجيل على منظومة الفاتورة. اللي عنده تعاملات أيا كان عدد التعاملات ديت قليلة جدا ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة. يبقى أنا من تاريخ 30 إبريل لغاية النهاردة من الملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية كل الكيانات الاعتبارية بلا استثناء، سواء في تعاملات مع مستهلك نهائي أو مع شركات، كل الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات ملزمة بالتسجيل فورا على منظومة الفاتورة الإلكترونية. كل الكيانات الفردية التي لا تتعامل نهائيا مع مستهلك نهائي مع شركات مع مسجلين في مصلحة الضرائب فهي غير ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتنتظر قرار إلزامها بالإيصال الإلكتروني. طب ده بالنسبة للالتزامات الفاتورة الإلكترونية. نشوف الالتزامات بتاعة الإيصال الإلكتروني. كمصلحة ضرائب وكوزارة مالية، وزارة المالية طلعت قرار من وزير المالية اللي هو الاستراتيجية نشر منظومة الإيصال الإلكتروني، وحددت فيها التواريخ لكل
لكل الأنشطة المختلفة، تمام؟ كل نشاط له تاريخ إلزام محدد. تاريخ التواريخ الإلزام ديت بيصدر بيها قرارات من رئاسة المصلحة، يعني رئاسة المصلحة كل فترة بتطلع قرار بناء على الاستراتيجية دي. زي ما حضراتكم شايفين آخر قرار كان 455، اللي هو قرار إلزام المرحلة الثانية، الفرعية الثانية من المرحلة السادسة. ده في عدد من الممولين تم إلزامهم إن هم لازم يكونوا يوم 15 يناير اللي جاي مسجلين على منظومة الإيصال الإلكتروني ويصدروا إيصالات. معنى إيه القرار ده؟ معناه بيقول يوم 15 يناير أنت كممول لازم تتسجل، ملزم واسمك موجود في القرار، لازم تتسجل على منظومة الإيصال الإلكتروني، ويوم 15 يناير ده تكون بتبعت إيصالات، مش هتبدأ التكاملات يوم 15. طيب ده بالنسبة للقرارات، وإحنا وصلنا زي ما قلت لحضرتك كده إن إحنا وصلنا لست قرارات إلزام بالإيصال الإلكتروني. في قرارات منهم ليها قرارات فرعية زي المرحلة الرابعة، كان في 5 قرارات إلزام فرعية، يعني المرحلة الرابعة كان فيها خمس مراحل فرعية، المرحلة الخامسة كانت مرحلة واحدة، السادسة إحنا دلوقتي في المرحلة التانية منها، مرحلة تانية. بالإجمالي زي ما حضراتكم عارفين وزي ما المصلحة بتعلن كم مرة، بنقول إن إحنا قبل نهاية سنة 25 هيكون كل ممول في موجود في مصلحة الضرائب المصرية له كل ممول في مصلحة الضرائب هيكون مسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وهيصدر فواتير عن التعاملات مع الكيانات المسجلة في مصلحة الضرائب، وهيصدر إيصالات عن كل التعاملات مع المستهلك النهائي. طيب ده بالنسبة لقرارات الإلزام، وزي ما حضراتكم متوافقين وعارفين إن 25 بنهاية سنة 25، سنة 2025، كل مسجلي مصلحة الضرائب هيصدروا فواتير أو إيصالات أو فواتير وإيصالات معا، وده حسب طبيعة نشاطك وحسب التعاملات أو المستهلك اللي بيتعامل معاك أو الشركات اللي أنت بتتعامل معاها. طيب أنا ممول لغاية دلوقتي ما التزمتش وما سجلتش، يعني نصيحة، يعني ابدأ اتحرك دلوقتي لو أنت ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا للكلام اللي أنا قلته من شوية، ابدأ اتسجل وكمل إجراءات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية. والإجراءات ديت بمنتهى البساطة، لو انت كيان اعتباري هتشتري ختم الكتروني من احدى شركات التوقيع الالكتروني وتبدا تسجل نفسك تسجيل ذاتي. لو انت منشاه فرديه هتتوجه للماموريه المختصه او هتتوجه لاحدى مراكز الدعم، مركز الدعم الموجود في كبار الممولين، مركز الدعم اللي في الخزانه العامه، مركز الدعم اللي موجود في شبرا، اللي هي في عمارات الخان في شبرا. دي في مراكز الدعم بتبدا تستقبل الطلبات من الممولين اللي هي الكيانات الفردية فقط، تمام؟ وبنبدأ نبعت لك دعوة لتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ونسجلك على منظومة الفاتورة الإلكترونية. ده بالنسبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية. طيب التسجيل بيتم إزاي على منظومة الإيصال الإلكتروني؟ زي ما حضراتكم برضو عارفين وسمعتوا الكلام ده أكتر من مرة، بنقول إن البوابة الرئيسية لمنظومة الإيصال الإلكتروني هي منظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن هي الأم، هي المنظومة الأم. منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة الأم. بمعنى إيه؟ بمعنى مفيش حد ينفع يدخل على منظومة الإيصال الإلكتروني غير لما يكون موجود على منظومة الفاتورة الإلكترونية. يبقى أنت لو جالك قرار إلزام بالإيصال الإلكتروني وأنت لغاية النهاردة ما سجلتش فاتورة، يبقى أول حاجة لازم تتسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ثم تستكمل بيانات التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني. بيانات التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني طبعا أبسط بكتير، يعني أسهل بكتير جدا من الفاتورة، لأن أنت بالفعل متسجل، عندك مفوض موجود على المنظومة. المفوض يقدر يبدأ يسجل نقاط البيع، يقدر يسجل ويسجل نقاط البيع اللي هيشتغلها أو البرنامج اللي أنت هتشتغل بيه، ويبدأ من خلاله يصدر إيصالات إلكترونية. طيب يبقى أنا بقول البوابة الرئيسية فاتورة إلكترونية، كافة ممولي مصلحة الضرائب لازم يتسجلوا في الفاتورة الإلكترونية. هتصدر فواتير إلكترونية، تمام؟ ابدأ اصدر فواتير إلكترونية. وإصدار الفواتير الإلكترونية بيكون كالتالي، لو أنت عدد فواتيرك أقل من 200 فاتورة بتتوجه بطلب استخدام البورتال
للمأمورية المختصة، تمام، والمأمورية بتدرس الطلب. لو اتأكدت إن عدد فواتيرك أقل من 200 فاتورة شهريا بتوفي لك على استخدام البورتال، وتقدر تستخدم البورتال بتاع منظومة الفاتورة في إصدار الفواتير. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين كل الإجراءات ديت إجراءات مجانية ما فيهاش أي تكلفة. طيب أنا فواتيري أكتر من 200 فاتورة بس ما عنديش ERP سيستم، ما فيهاش مشكلة، ممكن تتقدم طلب في المأمورية بتاعتك، تمام، تقدم طلب استخدام بورتال مؤقت. طلب استخدام بورتال مؤقت يعني ايه؟ طلب استخدام بورتال مؤقت يعني انا بقول لكم يا مصلحة الضرائب انا محتاج استخدم البورتال ده لمدة 6 شهور لحين اعداد برنامج ERP سيستم او برنامج اصدار الفواتير. المصلحة طبعا بتوافق لك على الطلب ده وبتشتغل عليه، مفيش مشكلة خالص، تمام، وتبدأ انت تصدر فواتيرك على منظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام البورتال، وده لمدة 6 شهور. طبعا 6 شهور فترة كافية جدا انك تجهز برنامج لإصدار الفواتير. طيب يبقى قلنا اقل من 200 فاتورة عندك بورتال مفتوح دايما، اكتر من 200 فاتورة عندك بورتال مؤقت تستخدمه لمدة 6 شهور. ده بالنسبة لإصدار الفواتير. طيب إصدار الإيصالات الإلكترونية، بصدر إزاي إيصالات إلكترونية؟ زي ما حضراتكم برضو يعني سمعتوا قبل كده إن إحنا الإيصال الإلكتروني محتاج بوينت أوف سيل أو نقطة بيع. طب إيه هي نقطة البيع؟ نقطة البيع دي إما لو أنت حجم مبيعاتك قليل جدا، يعني عندك إيصال ولا 2 في اليوم، تقدر تستخدم الموبايل أبلكيشن، برنامج موبايل ببلاش موجود على صفحة مصلحة الضرائب المصرية، اللي هو التطبيق ده الخاص بالفاتورة والإيصال مع بعض. يعني اقدر اصدر بيه فواتير واقدر اصدر بيه ايصالات. يبقى الموبايل ابلكيشن بتاعنا ده برنامج اقدر استخدمه في اصدار الفواتير واقدر استخدمه في اصدار الايصالات. يبقى اول نوع من انواع البوينت اوف سيل او نقاط البيع هو الموبايل ابلكيشن او تطبيق الموبايل. طيب النوع الثاني انك تشتري مكنه بوينت اوف سيل، تشتري مكنه. المكنه طبعا في مصلحه الضرايب اعتمدت عدد من الشركات، والعدد ده بيزيد كل شوية عشان برضو تفتح مجال المنافسة. عدد من الشركات بتبيع أجهزة نقاط بيع، وطبعا المصلحة مديها رخصة إن هي تبيع الأجهزة دي عشان حاجة واحدة بس، عشان المصلحة بتشترط عليها تقديم خدمة ما بعد البيع ومساعدة الممول ودعمه على التسجيل على منظومة الإيصال. يعني أنت لو رحت شركة من شركات نقاط البيع هي هتساعدك وتشغلك لغاية ما توصل للمنظومة ولغاية ما تصدر إيصالات وتعلمك ازاي انك تصدر الطلب. ده بالنسبه لو انا اشتريت نقاط بيع من المورد المعتمد. طب هل كده مصلحه الضرائب بتلزمني ان انا اشتري نقاط بيع من مورد معتمد؟ لا، انت حر، انت ممكن تشتري نقاط بيع زي ما انت عايز من اي مكان انت عايزه، بس انا بقول لك الناس ديت اللي انت هتروح تشتري منها ديت ده هيقدم لك الدعم، هيساعدك في التسجيل على منظومه الايصال الالكتروني، وهيساعدك تصدر ايصالات، ولو قابلت لك مشكله هو مسؤول ان هو يحلها. لكن اللي انت هتروح تشتري منه وانا ما اعرفش عنه حاجه ومصلحه الضرائب ما قالتش عنه حاجه، انت طبعا انت بتتعامل معاه بطريقتك انت، وتشوف التدريب اللي هتاخده منه هيكون شكله ايه، تمام. يعني ايه؟ طبعا انت ممكن تروح لشركه يعني هتقدم لك خدمه احسن، ده زي ما انت عايز وده اختيارك، لكن احنا بنتعاقد مع شركات على خدمات معينه. الخدمات ديت ان هي بتوصلك انك تصدر ايصالات بصوره صحيحه طبقا للشروط والمواصفات اللي موجودة على المنظومة، وهنتكلم عن الاشتراطات إصدار الإيصالات ديت بعد شوية. طيب يبقى أنا عندي الموبايل أبليكيشن، عندي أقدر أشتري البوينت أوف سيل المكنة من أي موزع معتمد لنقاط البيع، أشتري منه المكنة، تمام، وهو هيساعدني في تشغيلها، أو أقدر أنزل برنامج، أو أقدر أستخدم لو أنا عندي شركة كبيرة وعندي ERP سيستم، أقدر أسجل ERP سيستم بتاعي ده كنقطة بيع. بس مع ملحوظة هامة جدا جدا جدا، أنا شركة كبيرة وعندي ERP سيستم، لكن عندي فروع كتيرة. عندي فروع كتيرة بمعنى إيه الكلام ده؟ معناها إن أنا لازم كل فرع من الفروع اللي عندي لازم يتسجل عليه نقطة بيع. أي فرع غير مسجل عليه نقطة بيع، تمام، ويوجد به تعاملات، يعني أي فرع في عملية بيع بيتم من خلاله عملية البيع ومش مسجل عليه نقطة بيع، ده يعتبر مخالف، تمام، وتعتبر مخالفة، لأنك لازم كل فروعك اللي موجودة متسجلة على البروفايل بتاعك أو على الملف الضريبي بتاعك أو الموجودة في السجل التجاري، لازم كل فرع من الفروع اللي عندك ديت لازم يكون مسجل عليه نقطة بيع.
ونقطة بيع زي ما قلنا أي نوع من الأنواع اللي إحنا قلناها من شوية. الموبايل أبليكيشن، البوينت أوف سيل، المكنة نفسها تشتريها الهاند هيلد ديت، أو أحط عليها إي آر بي سيستم، كل فرع أشغل له إي آر بي سيستم صغير على قده هناك فيه، تمام؟ أو هو إي آر بي سيستم واحد وأسجله أكتر من مرة بكل فرع. بأهم حاجة في المصلحة، المصلحة عايزة تشوف كل فرع بيصدر فواتير ازاي، وكان بيصدر ايصالات زي الفاتوره الالكترونيه بالظبط. انا بقول ان كل فرع، انا محتاج كل فرع يصدر فاتوره يبان لي في الفاتوره ان الفرع الفلاني هو اللي اصدر الفاتوره، تمام؟ يبقى كل الفروع اللي بيحصل فيها عمليات بيع لازم تتسجل على الفاتوره الالكترونيه، ولازم تتسجل على الايصال الالكتروني. الفاتوره الالكترونيه انا ممكن اختار الفرع وانا ببيع، تمام؟ ممكن هو سيستم واحد، لكن الايصال الالكتروني لازم اسجل كل فرع، اسجل عليه على الاقل نقطة بيع واحدة، ده على الاقل. يبقى احنا قلنا كده ان تسجيل نقاط البيع لكل الفروع ونقاط البيع باي نوع من الانواع المتاحة، بوينت اوف سيل او موبايل ابليكيشن او الاي ار بي سيستم. وممكن طبعا النوع اللي موجود، طبعا في شركات كتيرة دلوقتي موجود عندها البوينت اوف سيل لوحدها بتاعتها جاهزة، يعني مثلا المحلات كبيره والحاجات ديت، السوبر ماركتات الكبيره اللي موجوده في البلد والهايبرات كلها، كل هايبر فيه مثلا البوينت اوف سيل بتاعته او المكن الكاشير بتاعه. المكن ده ممكن يتسجل از بوينت اوف سيل كنقطه بيع، ويبدا يستخدمه في اصدار الايصالات مباشره وربط الاجهزه ديت مع منظومه الايصال الالكتروني. طيب احنا اتكلمنا عن التسجيل على الفاتوره، التسجيل على الايصال، اصدار فاتوره واصدار ايصال، تمام؟ او انا هستخدم ايه في اصدار الايصالات. طيب احنا عندنا دلوقتي واحنا بنصدر الفاتوره او الايصال محتاج الاكواد. انا الاكواد لازم اسجل الاكواد بتاعتي. انا عندي نوعين من الاكواد موجودين على منظومه الفاتوره الالكترونيه. النوع الاول هو نوع الجي اس 1 واللي هو التكويد العالمي. ده تكويد عالمي جي اس 1، والممولين في ممولين بالفعل متعاقدين مع جي اس 1 وبيشتروا الاكواد من جي اس 1 وشغالين بيها على المنظومه، ودي ما فيهاش اي مشكله نهائي. في ناس طبعا، ناس تانية المفروض لو انت ما استخدمتش جي اس 1 لازم تستخدم النوع التاني من التكويد اللي هو اي جي اس. اي جي اس ده تكويد عباره عن يعني حاجه الممول بينشئها من نفسه، بينشئها ويسجل الكود على منظومه الفاتوره الالكترونيه. وهو عباره عن ايه؟ عبارة عن تكويد محلي بيربط رقم تسجيل الممول بالكود الداخلي بتاع الصنف اللي هو عنده ده مع بعض، وبيحط قدامهم الحرفين بتاع اي جي اختصار لاي جي اس، تمام؟ ده التركيبة بتاعة الكود. يبقى الممولين دلوقتي اللي بيستخدم جي اس 1 ده اوكي خلاص، ما فيش عنده مشكلة. اللي ما بيستخدمش جي اس 1 لازم يستخدم اي جي اس، لازم يستخدم اي جي اس. طيب في بعض التجاوزات دلوقتي، في بعض الناس اللي مش ملتزمه، تمام، بتستخدم اكواد البريك كود، وبتستخدم اللي هو الجي بي سي كود، او هو الكود اللي بيبدا من 1 3 اصفار ده، تمام، ده اسمه البريك كود او الجي بي سي كود. طبعا الكود ده مصلحه الضرائب نبهت اكتر من مره، يا جماعه لو سمحتوا ما تستخدموش ده اسمه كود مجموعه سلعيه مش اكواد الاصناف. ده مش صنف عشان تبيع بيه، ده مجموعه سلعيه. المفروض المجموعه السلعيه ديت يتحط تحت منها المستوى اللي بعد منه، اللي هو المستوى الخامس من التصنيف، اللي هو كود السلعه نفسها اللي هي كود الاي جي اس. يبقى انا دلوقتي كافه الممولين اللي بيصدروا فواتير او بيصدروا ايصالات مطالبين بتسجيل اكواد اما جي اس 1 او اي جي اس. طيب مين طبعا الجي اس 1 الشركه اشترت الجي اس 1 بقى الكود بتاعها، مفيش مشكله وهي بتبيع بيه. طيب الشركات اللي ما عندهاش هتسجل اي جي اس. طيب مين من الشركات اللي هيسجل اي جي اس؟ المفروض المسموح او المفروض يسجل اكواد على اكواد الاي جي اس او ينشئ اكواد جديده هم مستورد السلعه او منتج السلعه او مؤدي الخدمه. يعني لو انا استوردت سلعه من بره، انا من حقي ان انا ادخل على صفحه الفاتوره الالكترونيه واقول انا هنشئ كود جديد، الكود الجديد اسمه كذا كذا والكود الداخلي بتاعه كذا، ولا الكود بتاعي ده خلاص. يبقى انا السلعه بتاعتي بقى ليها كود من مين؟ من اللي استوردها من بره. طيب عمليه التجاره بعد كده فيها، انا بعتها لتاجر جمله، تاجر الجمله باعها لتاجر التجزئه، تاجر التجزئه باعها للمستهلك النهائي، المفروض نفس الكود اللي انا سجلته كمستورد
هبيع بيه لتاجر الجملة، تاجر الجملة هيبيع بنفس الكود لتاجر التجزئة، وهكذا حتى تصل إلى المستهلك النهائي. يعني أنا كمستهلك نهائي في الآخر لما أجي أبص على الفاتورة بتاعتي أو على الإيصال بتاعي، أبص عليه ألاقي رقم تسجيل أو بيانات الشركة اللي استوردت السلعة دي من بره. وده برضك ليه؟ لسهولة تتبع السلع. طيب ليه هتتبع السلع؟ مصلحة الضريبة عايزة تتبع السلع ليه؟ طبعا كمنظومة فاتورة إلكترونية، منظومة الفاتورة ديت ليها استخدامات اقتصادية كتيرة جدا، أهم بكتير جدا من موضوع الربط الضريبي على الممولين. لكن في الأول وفي الآخر أنا كممول يهمني هتعامل إزاي مع مصلحة الضرايب. أنا مصلحة الضرايب الراجل مستورد، استورد لي سلعة، ما نفترض إن الكود بتاعها إكس، وهو بيبيع باعها بكود تاني إكس اسمه واي، واللي اشترى منه تاجر الجملة اشتراها بزد مثلا، وباعها للتاجر اللي بعده بإم، هلاقي السلعة ديت عند ده خدت اسم، عند ده خدت كود، وده خدت كود، وده خدت كود. في الآخر أنا كمأمور فاحص لما أجي أفحص أبص له أقول لك أنت اشتريت السلعة اسمها إكس وبعت السلعة اسمها واي، يبقى أنت اشتريت السلعة اسمها واي بدون فواتير، وعندك اشتريت سلعة اسمها إكس وما بعتهاش، يبقى المفروض تكون عندك في المخزن. يبقى أنا هقول لك إنك عليك ضريبة للسلعة إكس وعليك ضريبة للسلعة واي، حتى لو الاتنين زي بعض، لغاية ما هندخل جدال مع بعض ولغاية ما أنت تثبت ان السلعه اكس دي هي السلعه واي. عشان كده الافضل دايما انك نمشي بالطريق المستقيم اللي هو بيقول ايه، ان السلعه انت اللي انت استوردتها بنفس الكود هتبيعها بنفس الكود، بحيث ان مشترياتك هي نفس الكود بتاع مبيعاتك. يبقى السلعه اللي اسمها اكس اللي انا اشتريتها اكس بعتها للتاجر الجمله اسمها اكس، بعتها للتاجر باعها لتاجر التجزئه اسمها اكس، باعها للمستهلك النهائي اسمها اكس. يبقى المستهلك النهائي عرفنا ان السلعه ديت مشيت بالخط ده، هي نفس السلعة، ولا ده يحصل له مشكلة في الفحص، ولا يقول لك لا ده سلعة غير سلعة، ودي مواصفات غير مواصفات، وده الواحد في النص يكتب وصف للسلعة مختلف عن الوصف الثاني. في الآخر هيبقى فيها جدل كبير لغاية ما نثبت إن السلعة دي هي نفس السلعة دي. عشان كده دايما دايما نصيحة، يعني السلعة أنت هتكود السلعة تكويد مظبوط هيريحك جدا جدا في الشغل بعد كده. طيب يبقى احنا دايما بنقول إن الكود اللي هينشئ الكود هو مستورد السلعه او المصنع اللي انتج السلعه اللي هو منتج السلعه، او لو في خدمات طبعا اي حد بيقدم خدمات طبعا من حقه يسجلها في اي وقت. طيب انا منتج سلعه، مستورد سلعه، مؤدي خدمه، خلاص انا كودت. طب انا تاجر تجزئه او تاجر جمله هعمل ايه؟ هتفرج عليهم وهم بيكودوا وخلاص مش هعمل حاجه؟ طب ما لما اجي ابيع هبيع ازاي؟ اللي انت هتعمله كتاجر جمله او كتاجر تجزئه، الفاتوره فاتوره الشراء بتاعتك جاي فيها 10 اصناف، هتدخل على منظومه الفاتوره الالكترونيه وتقول انا عايز استخدم ال10 اصناف دول في البيع بتاعي. طبعا الاكواد اللي متوافق عليها قبل كده بتوافق عليها على طول دايما بدون مشكله، اللي هو طبعا هتطلب استخدام، انت طلبت استخدام الكود وتقدر تبيع بيه على طول بعد ما تقدم الطلب، والمصلحه بتوفي لك عليه بسرعه جدا، في خلال ساعات معدوده بيكون الطلب متوافق عليه او الكود متوافق عليه وتقدر تبيع بيه مباشرة. يبقى أنا اشتريت الكود السلعة بكود وبعته بنفس الكود، يبقى ده هو الكود اللي داخل عندي، هو الكود اللي خارج من عندي، يبقى الدنيا عندي واضحة جدا جدا. وساعة الفحص المأمور هيجي يفحص معاك، هيبص إن أنت اشتريت 100 وحدة من ده، بعت 100 وحدة منه، يبقى الموضوع مظبوط 100%، مش محتاج ولا نقاش ولا جدل. طيب يبقى احنا بنقول كده باختصار، اللي هيكود اكواد الاي جي اس هو منتج السلعه، مستورد السلعه، او مقدم الخدمه. باقي سلاسل الامداد اي حد تاني هيستخدم السلعه دي، تاجر جمله، تاجر تجزئه، هيستخدم نفس الكود اللي موجود عندي اللي انا شاري بيه من التاجر، من المنتج بتاعي او من المستورد بتاعي. ده بالنسبه للاكواد. طب اصدار الايصالات، إصدار الإيصالات والفواتير المفروض طبقا للقانون واللائحة التنفيذية بتاعته تكون الإيصالات تصدر بصورة لحظية عند عملية البيع مباشرة، لأن أنت المفروض رابط الإي آر بي، رابط البوينت أوف سيل بتاعك مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مباشرة. يعني الفاتورة والإيصال أول ما البوينت أوف سيل بتاعتك اشتغلت بتدوس على الزرار بتاعة الطباعة، وهو بينطبع بيتبعت على طول لمصلحة الضرائب، الإيصال بيسمع في مصلحة الضرائب مباشرة.
وده القانون وده الالزام القانوني طبقا للماده 35 و37 من قانون 206. تمام؟ طيب ده بالنسبه للاصدار. الفاتوره الالكترونيه نفس الكلام. الفاتوره الالكترونيه المفروض انت رابط السيستم بتاعك او اثناء عمليه البيع بتدخل على منظومه الفاتوره الالكترونيه سواء من السيستم بتاعك او من البورتال بتاع المصلحه، بتصدر الفاتوره الالكترونيه بتاعتك مباشره في خلال نفس اليوم. تمام؟ الفاتوره مسموح انك تبعتها في خلال اليوم نفسه. ما ينفعش ان انا ابعت يعني النهارده يوم، النهارده بتاريخ النهارده اللي هو النهارده 11 ديسمبر، ما ينفعش ابعت فاتوره بتاريخ 10 ديسمبر. الفاتوره لازم تتبعت في خلال نفس اليوم. وطبعا احنا بنتكلم ان الارسال لحظي، يعني الفاتوره هتتعمل دلوقتي حالا وتتبعت دلوقتي حالا، هتاخد الوقت والتاريخ دلوقتي حالا. طيب الفاتوره، بيانات الفاتوره، نيجي على بيانات الفاتوره وبيانات الايصال، هنقارن بين بيانات الفاتوره والايصال. 90% من بيانات مشتركه بين الفاتوره والايصال، زي ما قلنا ان منظومه الفاتوره هي منظومه الام، ان بيانات اللي موجوده في الفاتوره هي هتلاقيها 90% منها هي اللي موجوده على الايصال الالكتروني. بيانات البائع بالكامل، رقم تسجيله واسمه وعنوانه. بيانات المشتري بالنسبه للفاتوره، طبعا الفاتوره الالكترونيه بيانات المشتري في الغالب هتكون مسجل على مصلحه الضرائب، يعني لازم احط رقم تسجيله الضريبي، لازم احط عنوانه، لازم احط اسمه. لو انا بستخدم بورتال، بمجرد ما احط رقم التسجيل بتاع الممول بيجيب لي اسمه وعنوانه، يعني البورتال في الحته ديت بيسأل عن الممول. طيب دي بيانات البائع والمشتري. بعد كده جوه الفاتوره نفسها او الايصال في نفس الوقت، برضه هنقول الايصال والفاتوره. جوه الفاتوره لازم استخدم كود صنف عشان ادرج صنف على الفاتوره، لازم استخدم كود للصنف، لازم احط وصف للصنف، لازم احط كميه الصنف وسعر الصنف. ومهم جدا جدا نميز بحاجه معينه، مهم جدا سعر الصنف تمام والكميه. احنا عندنا طبعا في بعض الناس يعني الفواتير الورقيه، كان في ناس بتبيع بالفاتوره الورقيه بتقول السعر شامل الضريبه. منظومه الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني ما فيهمش حاجه اسمها سعر شامل الضريبه. انت لو مسجل في ضريبه القيمه المضافه يبقى لازم تحط السعر الصنف لوحده، وبعد كده في الحقل بتاع الضريبه تحط نسبه الضريبه وقيمه الضريبه، وتختار نوع الضريبه اللي هي خاضعه ليها السلعه دي. تمام؟ يبقى لازم السعر ما فيش فيه ضريبه، السعر هو ده السعر، سعر الصافي. تمام؟ السعر من غير ضريبه. سواء فاتورة أو إيصال، يبقى سعر الوحدة ده هو السعر بدون ضريبة، غير محمل بأي ضريبة. وبعد كده بحط نسب الضريبة عليه، سواء ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة جدول أو أي أنواع أخرى من الضرائب والخصومات اللي بتتحط على الفاتورة. كلها بتتحسب على قيمة السلعة نفسها، مش على السلعة شاملة الضريبة. عشان كده دايماً الفاتورة الإلكترونية لازم تحط السلعة غير محملة الضريبة الأول في سعر البيع، وبعد كده تضيف عليها نسب الضرايب عشان في الاخر الفاتوره يكون باين فيها ان السلعه دي ثمنها 1000 جنيه عليها 140 ضريبه، 140 جنيه ضريبه قيمه مضافه، لو عليها خصم تحت حساب الضريبه بيكون واضح، كل بند من بنود الضريبه واضح لوحده. تمام؟ الفاتوره الالكترونيه معموله عشان كده، عشان لما تيجي متحاسب ضريبيا يبقى انا عارف ان انت حصلت ضريبه مبلغها كذا، ما فيش حاجه اسمها السعر شامل الضريبه. لو حطيت لي السعر شامل الضريبه الفاتوره مش هتكتب فيها كده، الفاتوره الالكترونيه مش هينفع تكتب فيها السعر شامل الضريبه، هتحط لي السعر سعر الوحده 1140 جنيه، هقول لك تمام انت بعت الوحده ديت ب 1140 جنيه، الفاتوره ما عليهاش ضريبه قيمه مضافه، يبقى انا هحسب لك ضريبه القيمه المضافه 14% من 1140 جنيه، وهدفعك الضريبه طبعا هتكون اكتر من الضريبه اللي موجوده اساسا. يعني مش هتبقى 140 جنيه بس، هتبقى اكتر من كده. عشان كده دايما انت ما تزودش على نفسك ضريبه، انت حصلت الضريبه بالفعل على ال 1000 ده 140 جنيه احنا عارفين، بس في الاخر انت ما ميزتهاش، انت بتبيع لي بدون ضريبه، هتبقى انت خالفت حاجتين، ان السعر ده انت بعت بسعر تمام غير ما تحط ضريبه وانت ملزم بادراك ضريبه، الحته الثانيه ان انت ما الضريبه ديت انت ما قررتش على الضريبه بمبلغ صحيح، لان انت لما هتيجي تقر في الاقرار بتاعك هتقول لي الضريبه 140 جنيه، والضريبه في الاخر لما انا اجي احسبها ال 1140 جنيه ضريبتهم مش 140 جنيه. عشان كده دايما منظومه الفاتوره معموله، لا خلي بالك انك لازم تحط السعر غير شامل الضريبه الاول، وبعد كده
تحط السعر، بعد كده تحط قيمة الضريبة أو فئة الضريبة. ده برضك مهم جدا عشان أنا هستخدمه بعد كده في الملء التلقائي للإقرارات، عشان أنا دايما هاخد قيمة الضريبة اللي أنت حطيتها في الفاتورة ديت هحطها في قيمة الضريبة، قيمة ضريبة المبيعات وقيمة ضريبة المشتريات. مهم جدا الفاتورة تدخل ببياناتها صحيحة والإيصال الإلكتروني يدخل ببياناته صحيحة، عشان أنت ما تتحملش ضريبة زيادة أنت بالفعل ما حصلتهاش. بس في الآخر لو أنت حطيت سعر كده بالطريقة دي هتدفع أنت الضريبة وهتدفع الفروق. وإحنا طبعا مصلحة الضرايب طبعا يعني بتنصحك بتقول لك لا خلي بالك من الممارسة دي بطريقة غير صحيحة، والفاتورة لازم كل بند يتحط لوحده. أنا عندي على منظومة الفاتورة الإلكترونية البند بيتحط عليه كل التفاصيل بتاعته، يعني السلعة الأولى البند الأولاني عليه ضريبة بسعره 1000 جنيه عليه ضريبة 14%، يبقى الإجمالي بتاع البند الأولاني 1140، البند الثاني الصنف الثاني اللي موجود عليه ضريبة 5% تمام، يبقى هو زائد عليه 5%، البند الثالث ما عليهوش ضريبة. عشان كده كل صنف من أصناف الفاتورة بيعامل معاملة مستقلة تمام، عشان انت برضك لو حبيت تدخل سلعه عليها ضريبه وسلعه ما عليهاش ضريبه تمام، او سلعه معفاه. لو سلعه معفاه طبعا هتحط نوع الضريبه المناسب ليها، يعني الاعفاءات مثلا دبلوماسيين، اعفاءات ما اعرفش ايه، اعفاءات اتفاقيات، طبعا كل ديت بتختار نوع الضريبه الفرعي عشان تحدد الاعفاء بتاعك، عشان لما تيجي تملى الاقرار انا الضريبه بتاعتي صفر. ليه صفر؟ لان الضريبه ديت عباره عن اعفاءات دبلوماسيين مثلا، اعفاءات اتفاقيات، اعفاءات او سعر الضريبه صفر، يبقى ما نخلطش بين ضريبه سعرها صفر اللي هي ضريبه التصدير على الصادر وضريبه اعفاءات ونسبة قيمتها صفر تمام. لازم الحته ديت، والحته دي طبعا معموله ومعمول حسابها على منظومه الفاتوره الالكترونيه. نفس الكلام ده برضو بينطبق على الايصال الالكتروني برضو، اللي انا ببيع لمستهلك نهائي بشوف طبعا انا عندي كل انواع الضرائب موجوده تمام، اقدر اختار منها واقدر اختار النوع التفصيلي بتاع الضريبه تمام، ضريبه جدول، ضريبه قيمه مضافه، او خصم تحت حساب الضريبه، او ضريبه دمغه، او ضريبه الترفيه اللي هي ضريبه الملاهي تمام. كل الضرائب دي كلها لسه موجوده على منظومه الايصال الالكتروني والفاتوره الالكترونيه. طيب كده اصدرنا الفواتير، احنا قلنا ان الفواتير الاصناف لازم تتحط تفصيليا، والسعر لازم يكون سعر بعيد خالص عن القيمة عن الضريبة، سعر صافي سعر السلعة، والضريبة بتتحط لوحدها، ونفس الكلام ده في الإيصال. طيب أثناء إصدار الفاتورة أو إصدار الإيصال، الفاتورة دلوقتي الوضع الحالي بتاعها لما باجي أصدر فاتورة لشركة لازم آخد رقم التسجيل الضريبي بتاعها وبياناتها. طيب أنا ممكن أصدر فاتورة لأشخاص، ممكن أصدر فاتورة لأشخاص، بس مع مرات شرط واحد، ان انا الفاتوره لو وصلت ل 25000 جنيه لازم احط الرقم القومي بتاع الشخص ده. لو وصلت الفاتوره 25000 جنيه لازم اضيف الرقم القومي واسم المشتري ده تفصيل. طيب الايصال عنده نفس الشرط؟ الايصال طبعا طبيعه التعامل مع مستهلك نهائي مع اشخاص، بس لو انا بعت بمبلغ 150 او اكثر محتاج الرقم القومي. يبقى الفرق عندي بين الفاتوره والايصال، الفاتوره الالكترونيه بيطلب الرقم القومي عند 25000 جنيه، الايصال بيطلب الرقم القومي عند 150000 جنيه. ده الفرق بين الفاتوره والايصال في طلب الرقم القومي او التعامل مع الرقم القومي. طيب نوصل لاخر نقطه بقى، الطباعه. انا اصدرت فاتوره واصدرت ايصال. الطباعه مهمه جدا جدا. ليه الطباعه مهمه جدا؟ انا عندي فيه حاجات اشتراطات لازم تنطبع على الايصال الالكتروني والفاتوره الالكترونيه. على سبيل المثال الفاتوره الالكترونيه لازم يتحط عليها كيو ار كود اللي هو رمز الاستجابه السريعه اللي هو الرسمه بتاعه الكيو ار كود دي، لازم تتحط على الفاتوره ولازم تتحط على الايصال، وجواها بيانات لازم تتحط. على سبيل المثال جوه الكيو ار كود ده لازم احط اليو اي دي بتاع الفاتوره او الرقم الالكتروني للفاتوره او الرقم الالكتروني للايصال، لازم احط وقت وتاريخ اصدار الفاتوره والايصال لازم احطهم. عشان ايه؟ عشان لو انا شخص، انا اشتريت منك، انا شخص طبيعي عادي في الشارع كده اشتريت من سوبر ماركت ولا حاجه وخدت منك ايصال، المفروض بعمل له سكان بكاميرا الموبايل بتاعتي هيقوم مدخلني على صفحه منظومه الفاتوره ويفتح لي الفاتوره ديت او الايصال ده. لو ما عملش كده يبقى الفاتوره والايصال دول مش مظبوطين.
يبقى انا عندي كشخص عادي اشتريت بضاعة من اي حتة، المفروض لما بشتري باخد السلعة ديت انت طبعت لي فاتورة او طبعت لي ايصال، المفروض انا باخد منك الايصال ده اول ما تطبعه ابص عليه كده او عامل له سكان باستخدام الكاميرا بتاعة الموبايل ده بتاعي او عن طريق برنامج التحفيز اللي هو اللي اطلقته مصلحة الضرائب. تمام، بالبرنامج ده اقدر اوصل لبيانات الايصال ده على منظومة الفاتورة الالكترونية. لو البيانات، لو انا عملت سكان والبيانات دي ما طلعتش يبقى في حاجة غلط انت بتعملها. وزي ما قلنا ان القانون واللائحة التنفيذية قانون 206 واللائحة التنفيذية بتاعته بتقول ان لازم ينطبع كيو ار كود، لازم ينطبع اليو اي دي او الرقم الالكتروني للايصال والفاتورة، لازم ينطبع بيانات البائع والفرع، لازم احدد الفرع ولازم احدد نقطة البيع وتنطبع نقطة البيع، اسم نقطة البيع تمام اللي هي موجودة على الايصال الالكتروني، ولازم اكتب اسم المشتري لو في الايصال الالكتروني اسم المشتري. لو الايصال الالكتروني وصل ل 150 او 1000 او تجاوز ال 150000 لازم احط بياناته بالكامل بالرقم القومي. الفاتوره برضو بيانات البائع والمشتري سواء البائع شركه او المشتري شركه، لو شخص بيشتري برضو لو وصل للتعامل ل 25000 جنيه لازم احط الرقم القومي بتاعه. وزي ما قلنا ان طباعه الايصال او الفاتوره الالكترونيه الزام على البائع، يعني لو المشتري قال لك انا عايز فاتوره اذا انت ملزم بطباعتها. لو المشتري قال لك لا ما تطبعليش الفاتوره ابعتها لي نسخه الكترونيه، هو حر وده متاح برضك، وده هو حر هو يتعامل فيها زي ما هو عايز. يعني انا عايزها نسخه بي دي اف عندي ابعتها لي او كده، انا مش محتاج طباعه دلوقتي، مش عايز اشيل ورق في جيبي، كلنا بنتحول في الاتجاه الرقمي دلوقتي، عايز فاتوره تحطها في جيبه بس على الموبايل بتاعي احتفظ بيها ما فيهاش مشكله خالص. لكن حق من حقوق المشتري في كل الاحوال لو طلب منك فاتوره الكترونيه مطبوعه او ايصال الكتروني مطبوع فرض عليك انك لازم تطبعه له وتديه له طبقا للمواصفات اللي موجوده في القانون واللائحه. تمام، اتمنى طبعا ان انا اكون وضحت شويه نقاط كده وحققت استفاده للزملاء اللي موجودين او الزملاء اللي هيسمعوا البث بعد كده. ان شاء الله نبص على الاسئله اللي اتسالت على الشات على الرسائل. قرار بأن جميع السلع المعامله والضمان اللي بضمان ملزمه فاتوره. هو حضرتك دايما احنا دايما بنرد على الناس دلوقتي، لو انت بتبيع سلعه عليها ضمان، سلعه عليها ضمان لازم تصدر بيها فاتوره الكترونيه. وحتى احنا ما بنتعاملش معاها، حتى ما بنروحش، حتى لو صدر لك قرار الالزام ما بنروحش نلح عليك في الطلب وما بنلزمكش بالايصال. انت كل اللي عليك انك تيجي في دعم الخزانه في مركز دعم التحول الرقمي في الخزانه العامه اللي في سعد الزغلول، وتيجي تقول انا تعاملاتي كلها عن طريق عباره عن اجهزه او سلع معمره طبقا للشروط اللي احنا قلنا عليها. وطبعا هندرس الحاله ونرفع بها مذكره نشوف طبعا ممكن تستثنى من قرار الالزام بالايصال. لا بس ده بشرط ان انت نتاكد ان انت بتصدر فواتير الكترونيه والفواتير الالكترونيه دي مرفق بيها الضمان بتاعك. المصلحه طبعا هتراجع الحته ديت وتتاكد ان انت كلامك في الحته ديت صحيح، السلع المعمره والسلع اللي عليها ضمان والسيارات والذهب والحاجات ديت طبعا ملزمين بفاتوره الكترونيه ومش ملزمين بالايصال الالكتروني. الفاتوره الالكترونيه طبعا لو حضرتك مسجل على الفاتوره الالكترونيه ولسه ما جالكش قرار الزام بالايصال الالكتروني تقدر تصدر ايصال للاستاذ جوزيف، معلش سوري، الاستاذ جوزيف لطفي، تقدر طبعا تصدر فاتوره الكترونيه للمستهلك النهائي او للشخص تمام قبل ما يجي لك قرار الزام بالايصال. لكن بمجرد ما يجي لك قرار الزام بالايصال اذا انت ملزم باصدار ايصالات الكترونيه عن كل التعاملات مع مستهلك نهائي. التأمين الصحي لا يعتمد الإيصال الإلكتروني في استرداد نفقات العلاج، والمستشفى الخاص تصدر إيصالات وترفض إصدار فاتورة وحق ضائع بين الفاتورة والإيصال.
هو حضرتك الفكرة في الآخر التأمين الصحي بيبص إن أنا هصدر، يعني أنا جاي لإيصال لواحد أنا ما أعرفش هو هل أنت اللي خدت الخدمة ولا لأ. يعني لو أنت جايب لي إيصال إلكتروني، الإيصال الإلكتروني مكتوب فيه اسم مثلا صلاح على سبيل المثال، هل صلاح ده موجود عندهم في قواعد البيانات إن هو في التأمين مؤمن عليه يعني تبع شركة كذا والشركة هي اللي تسدد؟ يعني هي في حتة برضو مهمة، المفروض التأمين الصحي بيصرف فلوس بناء على، لأن هو جهة حكومية، وجهة حكومية لا تدفع مبالغ إلا، أو تصدر أوامر دفع إلا بفاتورة إلكترونية. يبقى المفروض الشركة اللي مأمنة عليك أو الجهة اللي أنت مؤمن عليها تاخد الفاتورة باسم الجهة ديت وتسترد الفلوس من التأمين الصحي. بس لو التأمين الصحي اللي هي شركات التأمين ديت العادية ديت، ممكن طبعا لو أنت بتتعامل مع طبيب خارج الشبكة بتاعتك تقدر تاخد منه إيصال إلكتروني وتسلمه، إن طبعا ومرفق بيه ما يثبت ان انت متأمن عليك مع الجهة الفلانية. اعتقد كده كانت الأسئلة يعني الحمد لله قليلة، اللي اتمنى ان شاء الله يعني اكون يعني وصلت المعلومة لحضراتكم بصورة واضحة، و يعني ما فيهاش لبس وما فيهاش لخبطة، وان شاء الله اتمنى اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله من برنامج مسؤول على الهوا. كان معاكم صلاح اسماعيل، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.